والصوت ديجيتال كمان فظيعة يا هاني. وحضرتك فنانة يا هاني؟ فنانة، ده أنا فنانة جامدة قوي، ده أنا فنانة استعراضية. راقصة؟ أمال إيه، شايفني إيه؟ مش باين عليا إني راقصة ولا إيه؟ هو بقى مش عارف باين إيه، إنما ساعتك بترقصي شرقي ولا يوه ده أنا برقص كل حاجة. ولا فضائي؟ فضائي؟ يعني رقص اللي جاي من الفضاء. فضاء إيه بس؟ يعني شرقي حضرتك؟ طبعًا أكيد شرقي. سمعت حضرتك عن طبعا الفنانه فيفي عبده والراقصه دينا والاساتذه دول؟ مين دول؟ دول تلامذتي. ما شاء الله طبعا. وما بترقصيش حاليا ليه دلوقتي؟ لا خلاص بقى، ده كان زمان الموضوع ده، كنت ارقص كده الهزه الواحده طبعا توقع عماير وقرى. اكيد يا فندم اكيد اعمل كده، بس انا الدنيا تتربى. هتقولي لي؟ امال ايه؟ طبعا حضرتك مفخخه. مفخخة؟ لا ده اسمي يعدي كده. ميرسي يا فندم، كلك ذوق. والموسيقيين عددهم كام؟ لا ما اقولكش، ده انا اكبر فرقة استعراضية يا باشا، كان يقف ورايا 440 عازف. 440 عازف ورا سعادتك؟ اه ورا، امال ايه؟ اعتقد موجودين لسه. موجودين فين؟ ما هو مش عارف سعادتك، لو خبطت هتسمعي الالات. هما ما حدش قال لهم انك خلصتي. ده زمان يا باشا. طيب ممكن اطمع، يعني انا طموح شويه، ايه اشوف بس الرشاقه سعادتك وانت بتهزي الشرقي، لان انا بموت في الرقص الشرقي، ده رقص معبر يا فندم. لا حضرتك لا، معلش انا اسفه جدا، ده كان زمان قوي الموضوع ده. ليه ما الفرقه موجوده؟ لا فرقه تاني موجوده، انا فشانه. انت صدقت دي مصيبه ايه السودا دي يا ربي؟ يا فندم الطبال موجود. طبال مين اللي موجود؟ انت بتطبل؟ انا اطبل بس انا ما بعرفش ارقص للاسف الشديد. لا بليز. بليز ايه؟ مين بليز ده؟ مش هنشوف حاجة يعني؟ لا هتشوف. ده انا هوريك اللي عمرك ما شفته. لا يا فندم،